بصحة اليوم رح نحكي عن صحة العين والشبكة يلي بتنشف مع الوقت، كيف وليش وشو ممكن نكون عم نعمل لحتى اللي نتفادى هالموضوع. معنا بروفيسور جورج شرفان، أهلا وسهلا فيك. حضرتك مدير مستشفى بيروت تخصصي للعين والأنف والحنجرة في بيروت، اختصاصي أكيد طب عيون ولكن كمان اختصاصي شبكة العين وال جسم الزجاجي. ما هو الجسم الزجاجي؟ هي المية العين الداخلية. المية العين الداخلية، العين من جوا فيها مادة هلامية بنسميها الجسم البلوري او الجسم الزجاجي. هي بحد نفسها ما بتشكل اي اشكال لانه وجودها مهم، بس انه في حالات بتتطور فيها. رح ناخذ تفاصيل عن هالموضوع بس بعد هالوقفه. منتابع مع بروفيسور شرفان بصحة، أخصائي شبكية وأمراض جسم زجاجي، وموضوعنا هو نشاف شبكة العين. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة بروفيسور شرفان. إذا عم نحكي عن العين والعناية فيها طبعا الحديث بطول، ولكن إذا عم نحكي عن نشاف شبكة العين، أمتى ببين هالشي وأمتى ببين الأشاير؟ يعني عادة المريض اللي بيكون عنده بعائلته الناس عندهم النشاف بالشبكة، مفروض أنه يكون واعي لهالموضوع، لأنه هيدي فيها نسبة من الناس اللي بيصير لهم نشاف. عادة بتبلش من الخمسين وبتطالع، بس قبل عمر الخمسين في أشاير وبتخلينا نشك أنه يكون هالمريض مؤهل أنه يصير عنده نشاف بالشبكة، وبالأخص إذا كانت بعائلته في هالموضوع هيدا. من بعد الخمسين مفروض أنه هالمريض يكشف على عيونه، وفي مؤشرات على العين بتخلينا نقول أنه هيئته هالمريض عنده استعداد، منهم تكلسات على الشبكة، وهلأ بقى نفرج صور عن تكلسات عن الشبكة بتخلينا نقول أنه هالمريض بالذات عنده استعداد يصير عنده هالحالة المرضية. بروفيسور، كيف بيصير تشخيص هالتكلسات؟ التكلسات هي بتصير تشخيص عادة كلينيكي، يعني بالفحص الشبكي ببين. بالفحص الروتيني العادي؟ بالفحص الروتيني العادي. عادة المريض اللي بيجي مفروض أنه ينفحص الشبكي بشكل روتيني. هلأ الفحص الروتيني إذا عم نشوف هون على الشاشة، عندنا العصب البصري والشريين عمالة الشمال بالنص، بتلاقي في عندك هالنقط الصفر. هالنقط الصفر هن هالتكلسات اللي موجودة على الشبكة، وهيدي اللي بيكون عندها استعداد إنها توصل لنشاف ويتقدم هالنشاف. هون بهالحالة هيدي النظر المريض متأثر، بس إنما مش لدرجة إنه يتشكى بشكل ملموس. بالصورة الثانية كمان عين مريض تاني منلاقي انه كمان بالنص هالصوره في عندها النقطه لونها احمر اللي هي مركز الابصار، ودير من دارها في عندنا هالنقط الصفر اللي هن هو التكلسات. واذا منلاقي حد هالنقطه الحمراء في نقط سود، هالنقط السود هو مؤشر بيقول انه هالمريض اكيد رح يصل عنده بعد سنه او سنتين تدهور بالنظر، ومنها بصير في عنده هالنشاف الرطب اللي بنسميه رطب. اذا بنطلع هون زيت المريض على مالة الشمال كان عنده التكلسات هالنقط الصفر، عمالة اليمين شفنا في لطشة حمراء. هاللطشة الحمراء هيدي هي ابتدت المشاكل جدية، يعني هون صار لازم نتدخل بشكل سريع وبشكل نوقف هالتدهور الحالي بعلاجات بنحكي عنها بسياق الحديث. فإذا هون كمان منلاقي عين المريض عمالة الشمال فيها هالنشاف هالتكلسات، منلاقي على مالة اليمين من الصورة منلاقي هالتكلسات كيف انجمعت وصارت كتلة وحدة. هالكتلة الوحدة اللي هي عبت مي تحت الشبكة وأثرت على نظره. هلأ هون على مالة اليمين منلاقي، عمالة الشمال منلاقي كيف الحالة معقول تتطور. بيجي المريض عم يتشكى من نقطة سوداء بنص النظر، هالنقطة السوداء هي النزيف مثل ما شايفين. من بعد العلاج انعطى ابر هالمريض داخل العين، وهلا الشبكة على مالة اليمين تحسنت ونشفت وراح النزيف. فإذا هيدي طريقة من الطرق اللي نحن بنعالج فيها. هلا هون
بدل ما نعمل صورة بالصبغة بنسميها الفلوريسيين، أغلب الأحيان منتابع المريض عن طريق الأو سي تي. هالأو سي تي يعني كناية عن صورة مقطعية، كيف بنعملها بالدماغ بنعملها بالعين. هالصورة المقطعية بتفرجينا كيف عاملة مثل هالتلال بالشبكة، وبعدين هالشبكة كيف فيها نقط سوداء. هالنقط السوداء معناتها معباية مي. هيدي هالمؤشرات هي مؤشرات انه الحالة المرضية اللي عند المريض بنسميها حالة نشاف رطب، هيدي تطورت، فإذا هيدي بدها علاج بشكل مكثف. حالة نشاف رطب يعني بفهم انه تكون نشفة الشبكة ولكنها معبية مي؟ ايه. هلا هي النشاف بينقسم قسمين، النشاف الناشف. نعم. اللي علاجه هي عن طريق عطاء المريض فيتامينات. نعم. الأ والسي والأ واللوتيين. والطريق اللي بتتطور لحالة الرطب ساعتها ما بينفعوا بقى الفيتامينات، بده إبر داخل العين. نعم. وفي عدة إبر بنعطيها للمريض مشان إنه نحاول. نعم. كلمة نحاول، وهيدي المريض بده مش دايما بينتبه لها، هي محاولة مشان إنه نخفف من سرعة وتدهور الحالة. هالحالة ما بتوقف. نعم. سواء بالفيتامينات عند الناشف أو عند الرطب بالإبر ما بتوقف. It's a lose-lose situation بنسميها. إنما ب 80% من الحالات بنحاول نحافظ على جزء من النظر أو نخفف التطور الحالي إلى الأسوأ. هالشي بيكون بعين واحدة ولا ضروري يكون بعينتين؟ عادة بيكون بالعينتين، بس بأغلب الأحيان المريض ما بينتبه إنه حصلت عنده بأول عين، بيكون فاتح العينتين ما بينتبه إلا إذا كشف على عيونه. نعم. لما بتصير بالعين الثاني بينتبه إنه ما عم يشوف بعين بتكون حالتها تقدمت، وانتبه هلا بالعين الثاني بيكون بلش. ما في اي مجال للوقايه بما انه بتقدروا تعرفوا من قبل بوقت اذا كان يعني في فحص روتيني انه معقول هالشخص يكون معرض؟ المريض المعرض اللي عنده حاله مرضيه بعائلته. نعم. هلا كمان في عوامل كثيره بتدخل على هالحاله، على التقدم الحالي. نعم. العوامل الخارجيه هي ارتفاع بضغط الجسم. التدخين. التدخين مضر. هلا ما عم نقول تدخين لانه تدخين، لانه انعمل فيها دراسات وبين انه التدخين بيزيد هالحاله سوءا، يعني بتتطور الحاله للاسوء للناس اللي بيتعرضوا لاشعه الشمس لفتره طويله كمان. هلا وبرجع بقول للي عنده حاله بالعيله بده يكشف على عيونه، وعاده اللي بيكشف على عيونه الطبيب بيقول له انه بده ينتبه وبيعطيه نوع من هالورقه. نعم. بحب اني فرجيها دغري على قدينا هون هذه الكاميرا على اذا بيقدر يكبرها بس. اوكي فينا نقرب على قرب على الكارت. اوكي كارت. هالكارت هيدي بنسميها امسلر جريد. هالامسلر جريد كنايه عن نقطه سوداء ومربعات. نعم. المريض بده يطلع بالنقطه السوداء وينتبه تيشوف اذا هالمربعات تغيرت الشكل تبعهم. اذا تغيرت الشكل تبعهم بنفرجي هين على الحاله هون. إذا تغيرت، إذا فينا نركز على هيدي أمول معروف وكبرها، إذا تغيرت الشكل تبعهم لهالدرجة هي بكون ابتدت الحالة. بس ناخد الصورة. إيه. نعم. إذا هون ابتدت بشوف اعوجاج. نعم. بالصورة معناتها ابتدت الحالة. نعم. وإذا كان شاف أسود معناتها أنه الحالة تقدمت. لما بتبتدي الحالة إنها بالعوجاج هيدي بلشت منطقة الخطر، مفروض انه يراجع دغري طبيب طبيبه، وطبيبه بياخد الإجراءات، بيعمل له صورة ملونة وصورة الأو سي تي وبيحوله لطبيب الشبكة. بروفيسور العلاجات يعني طويلة ولا مدى الحياة؟ مدى الحياة. هلأ عادة اللي بياخد فيتامينات بياخده لفترة طويلة ما بيقدر يوقفه، بدنا يمتنع عن التدخين، بده ينتبه لوضعه الصحي العام. نعم. ضغطه. واللي بياخد ابر نحن عادة في رجيم، في طريقة عالمية منتبعها مشان الابر، نعطي ابر كل شهر، من بعد ثلاثة شهور نعمل تصوير ومنلاحه ومصير نعطيه عند الضرورة. في حالات بنضطر نعطيها شهرية أو كل شهرين ابرة مشان نحاول. كلمة نحاول نوقف تدهور. نعم. بس هالحالة ما بترجع لورا، ما بتتحسن إلا نادرا. إذا كانت الحالة بأولها ووقفناها بتتحسن لأنه المي الموجودة بتنشف بيرجع النظر. نعم. بتحسن. هلأ بحب أني هون ألفت نظر المرضى بشكل، المريض يبقى خايف بيقول لي يا حكيم يعني رح أقعد بالزاوية، ما في عمى كلي، هالمريض بضل يروح ويجي ويقدر يقوم بحياته، بس اللي بيفقده هو الأشياء الدقيقة، مثلا ما بيقدر يقرأ. نعم.
ما بيقدر يسوق سيارة، بيتفرج على التلفزيون بس ما بيقشو على أوجه، بفوت عليه شخص ما بيشوف وجهه بس بيشوف الهيكل تبعه. هيدي نقطة أسوأ الحالات. هون ما في لنسز للتصحيح، ما في مكبر إذا بدنا نشوف القريب، ومش دائما المكبر بينفع. العوينات هون ما عندهم، العوينات ما بتنفع. هلا فينا الناس اللي عندهم مي زرقاء، في عدسات مكبرة عم تنزرع، بعدنا مكلفة كتير، مش كل الناس بيستفيدوا منها، وهيدي عم تتطور. بس عم نقول إبرة بالعين يعني بخافوا كمان الناس. طبيعة الحال هي الفكرة بتخوف، بس المرضى اللي أخذوا الإبر بقالوا العين بيقولوا لك يعني بحسوا بانزعاج لفترة 10 دقايق، لأنه لما بنعطي الإبرة بيرتفع ضغط العين، بحس بوجع بصنديحته المريض لفترة زمنية 10 دقايق، أيام بشوف نقط سود لفترة يوم يومين، ما إلها سايد إفكتس لبعدين. هلا بكل حالة إلها سايد إفكت، وإذا انعطت الإبرة بشكل غير مزبوط وتعبت الإبرة بطريقة غير معقمة، احتمالات النزيف موجودة، احتمالات الالتهاب داخل العين موجودة. وفقدوا كتير زملاء لنا، وفي ناس إجونا العين فيها التهاب صارت مثل الدملة مثل العمل من وراء الإبرة، إذا انعملت بشكل غير معقم بطريقة غير معقمة وبجو غير معقم. لهالسبب المريض لازم ينتبه إنه كيف بده ياخذ الإبرة وين. فإذا هي هل نشاف ما بيوقف وحده، يعني مش إنه في كتير أوقات حالات بيكون عندها هي حدودها فبتوقف بمحل معين بيكون متحملها المريض. توقف. رح أعطيك مثل بسيط جدا، بتجرح إيدك، هالجرح فيه دم وفي ورم، اللي بيروح الورم بيترك أثر، هالأثر هو تليف زاد شيء بالعين. هالعين بتنزف بمركز الإبصار، اللي بتنزف بمركز الإبصار بتكأنك جرحتيها، بدها تختم، اللي بتختم تعمل تليف سكار بنسميه ديسكي فورم سكار، لما بتختم مطرح الختم ما بنقشع لسبب، وما بتصير الا بنص العين لسبب، المريض بيقول لك عم شوف نقطة سوداء قدامي. نعم. هالنقطة السوداء هي مطرح الختم او مطرح الجرح اللي ختم. نعم. اي مجال لعملية جراحية لاستبدال الشبكة؟ باستبدال الشبكة لا، بس انه نعمل بالزمانات عمليات انه دخلنا تحت الشبكة فأبعنا الشبكة ودخلنا تحتها وشلنا هالجسم اللي هو سيكاتريس اللي بنسميه أو هالتليف. نعم. ما عطت نتيجة. هلأ في مراكز طوروا الجراحة بشكل أنه صاروا يبرموا الشبكة. يعني بيعملوا لها ترانسلوكيشن للشبكة. إذا كان مركز الإبصار متأثر وما عم يجي غذاء، مطرح الإبصار بزحوه بحطوه مطرح تاني مشان يتحسن. عطت بعض النتائج، بس إنما هيدي بالتجربة اللي عملناها ما كانت كتير مرضية وما كانت كتير نتيجتها مضمونة. من الأسباب مثلا كلها سكرينز اللي منطلع عليهم ومنركز فيهم، أو الأدوية اللي ممكن تكون عم بتضايق، أو الأكس ريز أو الأخيرية ممكن تكون عم بتأثر بالمطلق؟ لا، منقول نحن عادة الضوء الأزرق بيأذي مركز الإبصار، وهيدي صار في دراسات عليه، وفي دراسات بينت انه كثرة تعرضنا للشمس فوق ال 20,000 ساعة بتعرضنا. اذا الضوء الأزرق يعني التليفون والايباد والكمبيوتر سكرين يلي يعني على فترات طويلة وقت يكون الخلفية تبعهم غير لون أزرق. بيكون ما يكون أحسن. أزرق الخلفية بكل هيدي بتحل المشكلة؟ ما بتحل المشكلة، بتخفف من أنه تصير. لا بس يعني كأذى لل بتخفف من احتمالات بلو يعني بتخفف من احتمالات، لأنه عندك عدة عوامل بتدخل، مش بس عامل وراثي، في عامل كمان طبيعه الانسان وكيف عايشه وكيف طريقه معيشته. من هون بنقول له للمريض بدك تنتبه، بدك تاكل كثير سمك، بدك تاكل كثير خضار مشان انك تجيب هالفيتامينات الانتي اوكسيدنت لجسمك، مشان انها تدافع عن جسمك وتخفف من سرعه حالتك المرضيه. هيدي كمان اذا كان عم نقول انه وراثيه، فاذا الشخص بيكون عارف حاله انه لازم يكون عنده استعداد، فلازم يكون عم يعمل كل هالطرق لحتى يتفادى الموضوع. في مرضى عندهم حاله وراثيه بيجوا لعندي بشكل روتيني وبياخذوا فيتامينات انتي اوكسيدنتس، هيدي بنعطيها مشان نحاول نخفف من سرعه الحاله ويبقوا هن متيقظين وعارفين هالشيء. وبالاخص لما بيكون الاهل من الجهتين الام والبي عندهم الحاله، فاذا الاحتمالات بترتفع عندهم. لازم احتمالات نساء والرجال مثل بعضهم؟ مثل بعضهم، هي ذات الشيء عند الدراسه لقيوا انه تقريبا مثل بعضهم. وعند البيض بتجي اكثر من عند السمر، وعند السمر بتجي اقل من عند السود، فاذا في عده عوامل من العامل البشره.
طيب هون يعني الشخص لما بيصير بهالمكان بيصير فيه صعوبة أصلا أنه يكون عم يتحرك الهيئة، يعني صحيح. إذا كنا وصلنا لمحلات صحيح. متقدمة يعني بيصير في عنده طرق معينة ليقدر كمان يتعايش مع حالة جديدة بطبيعة الحال. وعندنا بلبنان بما أنه بعد ما في عندنا مراكز بتهتم بالشيخوخة بشكل أنه هالناس اللي ما بيقشعوا يكون في عندهم جهات تهتم فيهم، بتلاقي أنه العائلة تكركبت. يعني بصير هالمريض بده يروح عند الحكيم، بده يجيب بنته ولا ابنه، أغلب الأحيان البنت، في توقيف عن العمل، في انه تخربط بجو البيت، بده صار انتباه، بده ينتبه مثلا ما يكون في سجاد بالارض لانه بيتفركش شريط بيكسر حاله، منكون بشيء بصير بشيء ثاني. واكيد اللي من بده ما بيقدر يشوف يطلب رقم تليفون بشكل واضح، اليوم صار في بالايباد فيك تكبريه التليفون، بعد الاحيان فيك تكبريه او باللمس، بتتغير نمط حياته. عمى كلي ما في صحيح، بس بخليه انه يكون انسان ما عم يقدر يسوق، ما عم يتفرج على التلفزيون، ما عم يسمع شو الاخبار، يعني بحاجه لمساعده اكيد، وبيدخل بنوع من الجو الانكماش والانغلاق على النفس، عم يتغير عليه، وهذا بحد نفسه بيورط لمشاكل. لسبب نحن بنقول الشفاء 75% هو بسايكولوجيكلي و25% هو لما بيدخل هالمريض بهالحالة الانكماش وهالحالة اللي هي بيقوقع على نفسه وبينغلق على حاله وبيبطل يتعاطى، هيدا بتسبب له مشاكل صحية تانية. بعدين باردون عم أقصيك، يمكن المريض اللي عنده سكري ببطل فيه يقشع يشوف الانسولين اللي بده ياخده، يعني هون صار بده يتكل على الناس، وايام كثير في مرضى بيجوا لعنا بيكون عندهم مشاكل كمان نشاف، بصير عندهم بما انه حكيت عن السكري ممكن كمان يكون عم ياثر على تدهور هالحاله السكري الحال. كمان بطبيعه الحال لانه السكري بياثر على الشبكه، وبعد في بعض الحالات بيجوا اثنين سوا السكري والنشاف. بروفيسور جورج شرفان شكرا لوجودك معنا اليوم، معلومات قيمة أخذناها منك أكيد، ووجب أنه يكون الفحص روتيني، هذا أول شيء وأهم شيء ليكون الاكتشاف مبكر تا يكون في مجال للمساعدة. شكرا لك. طبيعة الحال. خلص وقتنا اليوم بـ MTV Live، موعد جديد بكرة 8:30 مع مجموعة جديدة من المواضيع، فكونوا معنا على الموعد. باي باي.